استقبل الرواق الوطني البحريني في معرض جيتكس نحو 5000 زائر خلال أول يومين من افتتاحه. يضم الرواق الذي يقام بدعم من صندوق العمل تمكين للعام 11 على التوالي 60 شركة تقنية معلومية بحرينية، من ضمنها 20 مؤسسة ناشئة، إضافة إلى وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة الحكومة الإلكترونية وتمكين. بهذه المناسبة أبدى سعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين ارتياحه لمثل هذه النجاحات التي تحقق صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات البحرينية من خلال مشاركتها في المعرض، وذلك كون تمكين الحليف الاستراتيجي والراعي الرسمي لهذه المشاركة للمرة 11 على التوالي. خلال جولة له تفقد الدكتور جناحي منصات عرض 40 شركة بحرينية مشاركة في الرواق البحريني في جيتكس، وأكد الدكتور جناحي أن رعاية تمكين لجيتكس تأتي في نطاق سعيها المستمر لتعزيز مكانة صناعة تقنية المعلومات البحرينية من جهة، واستقطاب رأس المال الأجنبي المباشر من جهة ثانية. هذه جميعها تصب في رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. هذا وقد شهدت فعاليات اليوم الثاني للجناح البحريني فعاليات مكثفة من زيارات وتوقيع الاتفاقيات وإطلاق منتجات وخدمات جديدة وتقديم المحاضرات والعروض. كما شهد الجناح الوطني البحريني في اليوم الثاني من المعرض إطلاق عدد من الشركات المشاركة لخدمات مبتكرة في السوق العالمي.